نذهب إلى خبر آخر وفيه حميتي عضو للخرطوم بعد تعليق مفاوضات جوبا. عاد إلى البلاد ظهر أمس الثلاثاء قادما من جوبا عاصمة جنوب السودان التي تستضيف مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح. النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس التفاوض فريق أول محمد حمدان دقلو حميتي بعد تعليق المباحثات ل 48 ساعة بمناسبة أعياد الكريسماس. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي عضو الوفد في تصريحات صحفية عقب عودة الوفد إنه تم تعليق جولة التفاوض ليومين، مضيفا سنذهب بعد يومين إلى جوبا لاستئناف التفاوض. وأوضح أنه خلال هذه الجولة تم وضع موضوعات النقاش في كل المسارات في إطار وضع النقاش، وتوصلنا إلى شبه اتفاق في معظم هذه المسارات. وأشار إلى أن النقاش حول موضوع السلام في السودان ليس أمرا سهلا ولكنه ليس مستحيلا، مبينا أن النقاش مع كل الأطراف كان جادا مسؤولا وبناء، وتوصلنا إلى تقدم في كل المحاور. أيضا نربط هذا الخبر أستاذ علام الدين مع الخبر الذي يليه وعنوانه الثورية تصف التوقيع على مسار الوسط بالاختراق. هذا هو الخبر التالي عبر الشروق نت، وفيه أعرب الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية يوم أمس الثلاثاء عن تفاؤلهم بأن خطوات السلام تمضي بخطى ثابتة، وأكد جدية الجبهة الثورية في تحقيق السلام ودعمها لمؤسسات الفترة الانتقالية ودعم مجهودات الثورة. وبشر أيضا لدى مخاطبته بجوبا التوقيع النهائي على مسار الوسط الشعب السوداني بأن الأيام المقبلة ستشهد التوقيع على بقية المسارات، وسيكون عام 2020 هو عام السلام. وقال نقول لشعبنا إن بقية المسارات تمضي بشكل إيجابي وستشهد الأيام المقبلة توقيع على بقية المسارات. واعتبر التوقيع على مسار الوسط يمثل اختراقا كبيرا في مسار التفاوض. طبعا الحكومة الانتقالية السودانية وجبهة الثورية وقعا سويا في جوبا على اتفاق نهائي على اتفاق سلام نهائي في مسار الوسط. حميتي وقع عن الحكومة والتوم هاجو وقع عن مسار الوسط. التوقيع على مسار الوسط نتحدث عنه، وهذه العطلة بمناسبة أعياد الكريسماس يومين، من ثم عودة الوفد مرة أخرى إلى جوبا لاستئناف السلام الذي وصفه التعايشي بأنه ليس بالأمر السهل وليس أيضا بالمستحيل. طيب شوف، أول حاجة طالما أن هنالك عطلة ليومين في دولة جنوب السودان فالخرطوم أولى بحميتي هذه الأيام أن يعود ويرجع لاستئناف الجولة التي في تقدير ستكون جولة طويلة جدا وساخنة على عكس شتاء الخرطوم هذه الأيام. أنا صحيح أن أي قلم يوقع على تفاهمات في ملف السلام هذه الأيام هي قضية إيجابية، ولكن القضية أعقد من التصريحات الصحفية التي ذكرها السيد التعايشي عضو المجلس السيادي. نعم. قضية ملف السلام هي قضية معقدة جدا، زادها تعقيدا أن تقوم الجبهة الثورية بتقسيم ملفات السلام لمسارات، وهذه إحدى البدع الجديدة في مصطلحات السياسة السودانية التي ما فتئت تنتج مصطلحات جديدة كلما تدهش العالم. يعني كلما تعقد الملف يزداد تعقيدا بمصطلحات سياسية أكثر إغالا في التعقيد. قضية أن تقوم الجبهة الثورية ومكونات الكفاح المسلح خلينا نقول والأجواء أجواء سلام يعني بتقسيم ملفات السلام لمسارات تنتج لنا مسارا للوسط توقع بالأمس اتفاقية مع المجلس السيادي، الحكومة مضطرة أن تقبل هذا الأمر على علاته وتوقع. ولكن يعني خلينا في من نواحي سياسية نعرف المسارات هذه، ما هو مسار الوسط؟ نعم أريدك أن تشرح لنا ولكل المشاهدين. نعم، هو تقسيم الجبهة الثورية داخل مكوناتها لمسارات، معني الأمر في الأساس بتحديد أولويات كل ملف على حدة، وبالتالي يفهم الناس أن يكون هنالك إشكالية في مسار الغرب مثلا إذا بقى في مسار زي ده، باعتبار أنه في دارفور قضية ظلت تتعرض لهزات متتالية وهنالك كفاح مسلح وهنالك حركات مسلحة حقيقية موجودة على الميدان في دارفور. مسار الشرق كذلك مفهوم لتعقيدات ملف الشرق خلال الفترة الفائتة، وكانت هنالك بعض الحركات المسلحة في هذا الموقع. ولكن أنا أتحدث عن مسار للوسط، أنا في تقديري هذا مصطلح سياسي يعني غريب جدا على الساحة السياسية السودانية. نعم. الوسط تعقيدات وتعقيدات سياسية، تعقيدات فنية اقتصادية أكثر من أنها تكون تعقيدات للكفاح المسلح توقع على هوامش دفتر الجبهة الثورية
مع الحكومة الانتقالية. وهذا الوسط المعني هو الجغرافيا المعروفة وسط السودان. لا تعريف، ماذا؟ لا تعريف مطلقا في لهذه المصطلحات إلا أن تكون تعريفات جغرافية. ما في حاجة يعني ما في النص. هذا مسار وسط. ما هي تحديات الوسط؟ والمسار الذي وقع عن الجبهة الثورية عن وسط السودان، يعني ما هي رؤية لهذه التحديات؟ نفهم أن تكون الجبهة الثورية كتلة الكفاح المسلح لديها تفاهمات ولديها تعقيدات في ملفاتها مع الحكومة. هي وصفت التوقيع على مسار الوسط بالاختراق. بالاختراق. هو أنا في تقدير الشخصي كمراقب هو اختراق على مستوى المصطلحات. يعني أنا لا أقلل من قيمة هذا الاتفاق باعتبار أنه كما أسلفت في بادي المداخلة أن أي توقيع على واحدة من ملفات السلام في السودان هو أمر إيجابي. ولكن تقسيم هذه الملفات يعني أنا والله مستغرب من الذي أنتج، من الذي تفتقد عبقريته عن 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 هذه المسارات؟ وما هي المسارات يعني؟ ما هو مسار الوسط؟ ومن يمثل هذا المسار؟ وبالتالي أحيي قيمة التوقيع على 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 اتفاق مع هذا المسار، ولكن أرجو من القائمين على أمره أن يشرحوا لنا بصورة أكثر تفصيلا هذا الأمر. ولكن دعني أقول أن ملف السلام هو ملف معقد فعلا، نعم، ويحتاج لمجهودات كبيرة جدا. واضح أن هنالك إرادة سياسية الآن تمضي في اتجاه وضع النقطة الأخيرة في هذا السطر، ولكن نعم. على القادة السياسيين أن يحاولوا يعني أن يتجاوزوا عقبة إنتاج المصطلحات السياسية الجديدة في هذا التوقيت. هذه نعم. أبرز ملاحظة على هذا الملف الذي تم التوقيع عليه بالأمس يعني. نعم.